الحسين يبدو أننا فقدنا القرار الذي صدر من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة يقضي بوقف قرار رئيس الجمهورية بوصف الحاكم العسكري بإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية بالذات في قضية 34 من جماعة الإخوان المسلمين. هو وقف مؤقت لأنه يحكم في الشق المستعجل ولا يحكم في الشق الموضوعي. وباختصار شديد هذا القرار يعتبر سابقة في تاريخ المحاكم العسكرية للإخوان المسلمين. لأول مرة يقضي القضاء بوقف قرار رئيس الجمهورية لإحالة الإخوان إلى محاكم عسكرية من الناحية العملية حسب المصادر القانونية لجماعة الإخوان. وقرار واجب التنفيذ هينبغي أن يفرج على 34 قياديا وكادرا من جماعة الإخوان المسلمين إفراجا فوريا وانتظار الحكم في الشق الموضوعي الذي يحيل لهيئة مفاوض الدولة لتصدر فيه الرأي القانوني النهائي. الشيء الأهم أيضا أن هذا الموضوع يتعلق بالقضية الأخطر في تاريخ الجماعة في عهد الرئيس مبارك الذي يزيد على ربع قرن، إذ أنه لأول مرة يتم بعد توصيف الرئيس مبارك لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تهديد للأمن القومي المصري، ويأتي أيضا بعد توجيه الضربة لأكبر عدد من القيادات والكوادر ورجال الأعمال المتنفذين في جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم خيرة الشاطر النائب الثاني للجماعة والذي كان يوصف من المصادر الصحفية بأنه الرجل القوي في الجماعة صاحب النفوذ الكبير سواء على الموارد المالية لها أو على المفاتيح التنظيمية. حسين عبد الغني مدير مكتبنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.